السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. فيديو النهاردة دواء أول مرة نعمله لكم في فيديو، لكن احنا بنستخدمه طبعا جميع مربين الحمام كلهم بيستخدموه، هو رافع مناعة وفيتامينات، مجموعة فيتامينات ومكمل غذائي مهم جدا، واحنا داخلين على فصل الصيف استكمالا طبعا للأدوية اللي استخدمناها الأدوية البشرية. احنا هنبحث دايما عن جميع الأدوية البشرية اللي تنفع تستخدمها للحمام، وهنقدمها لكم دايما، ونراعي حتة السعر، مش هنجيب أدوية غالية. لكن قبل ما نبدأ نرجو انك تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، فعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. طيب هنقول الجرعة قد ايه، واللي عايز الفيديو باختصار هيلاقي الفيديو باختصار على قناتنا، القناة الجديدة اللي هي قناة معلومات في تربية الحمام. ايمولانت اهوت يا جماعة، هنقول الطريقة اول الاستخدام علشان ايه اللي عايز يعرف بس الطريقة يبقى احنا قلنا له الطريقة، لو عايز مش عايز يكمل الفيديو مثلا يعني. ده ايه الازازة اهي، بنرجها اول قبل ما نفتحها، وبنحط 5 سنتي على لتر المية لو هتدي جماعي، لو هتقتل تسقي الحمام جماعي، مربي جماعي سايب زي على بعضه زي كده، هتأتي 5 سنتي على لتر المية اهو كده، 5 سنتي جماعي. لكن لو هتسقي في الفم مباشرة، لو انت مربي في سلكات، يبقى هتأتي سنتي في فم الطائر، هنأتي سنتي في فم الحمامة الزغلول. نجيب مثلا زغلول او حمامة معانا اهو، هذا زغلول ما شاء الله. بص يا جماعة، لو انت شايف الريش بتاعه كده طالع معوج كده، ريشه مش مساوي، ريشه منسل زي كده، ده ينفع جدا فيه، زيه زي ادوية تانية كنا بنستخدمها اقول لكم هي زي ايه. لكن في تعطاتي قد ايه بقى الايام كده، قلنا كم سنتي على اللتر وكم قد ايه سنتي في الفم، يبقى هنعطي منه 3 ايام، 3 ايام كل شهر. تمام، احنا كده قلنا ان هو هيبقى مثلا زي ايه، لو انت مش عايز تجيب ده، انا كنت بستخدم جروفيت بلاس، لكن جروفيت بلاس زي ما قلنا غالي شويتين، وممكن ما تلاقوهش في محافظتك او ما تلاقوهش في بلدك اللي هو جروفيت بلاس، لكن هو ممتاز جدا يا جماعة. في برضو اللي كنا بنستخدمه قبل كده ديكال او بيديكال، برضو بنستخدمه في حالة كساح الزغاليل او نقص الريش، لكن ده يا جماعة اللي هو جروفيت بلس ده احسن شيء في ايام التريش اللي هو جروفيت بلس. زي ما قلنا احنا بنستخدمه رفع مناعة ووقاية في فصل الصيف. انا مش فاكر قلت السعر، هقول لكم السعر تاني، هو سعر دي 23.50 جنيه، لكن زي ما قلنا ان هو مقارنة بالادوية البيطرية فهو مش غالي، لان العبوة دي 120 مللي زي ما قلنا اهو، 120 مللي. اللي عايز فيديو باختصار يا جماعة الايه في قناة معلومات في تربية الحمام، 120 مللي. تمام، طيب هو بنستخدمه خاصة في واحنا داخلين على فصل الصيف، رافع مناعة ووقاية من امراض اللي بتزيد في فصل الصيف، وهيقلل جدا من نسبة الأمراض بنسبة كبيرة. أمولانت بشري زي ما قلنا ب23.50 جنيه. طيب احنا بنستخدمه في ايه، هنستخدمه في ايه؟ هو يا جماعة قبل ما نقول، هو فيه زيت حبة البركة، وكلكم عارفين فوائد زيت حبة البركة مفيدة ازاي، ولو انت ما انتش عايز تستخدم ده ممكن تستخدم نفس حبة البركة نفسها، تجيبها من عند العطار وتحط معلقة في شوية مياه سخنين وتقدمها للحمام بديل، او ممكن تستخدم زيت حبة البركة برضو. بنستخدمه كوقاية، احنا داخلين على فصل الصيف بنستخدمه كوقاية من امراض السلمونيلا والبرد والروشة والجدري
والامراض البكتيريه يعني زي الكانكر اللي بيجي في زور الزغلول، بيقفل زور الزغلول، وبنستخدمه برضو كوقايه من دمعه العين. طبعا حضراتكم عارفين يعني هو مش علاج للحاجات دي، لكن هي وقايه. بمعنى ايه؟ ان انت لما تقوي الزغلول وتقوي حمامك هيبقى صعب ان هو يتصاب بالامراض بنسبه كبيره. يعني زي ما قلنا ان هو بيقطع 5 سنتي من 5 ايام، 5 سنتي منه من 5 ايام الى اسبوع، او 1 سنتي في فم الفرد لو هتعطي في الفرد مباشرة. ميزته ان هو ريحته جميلة جدا يا جماعة، الحمام هيحب يشرب منه مقارنة بالجروفيت بلس اللي ريحته وحشة، ده حاجة. طيب كمان في حاجة كمان ان هو سعره كمان مقارنة بالجروفيت بلس سعره يعتبر ارخص منه بكتير، لان العلبة بتاعته 120 ملي. معلومة مهمة جدا يا جماعة لازم تعرفها، لا تعطي اي فيتامينات لو في اسهال. لو هتعطي، لو بتعطي منه كل شهر حاجة ليه يا جماعة؟ لما تعطيش وفي اسهال ليه؟ اي فيتامينات، اي فيتامينات بتزود، دايما بقول بتزود الاسهالات. ما تعطيش وفي الحمام عنده اسهالات لانه بيزود الاسهال. لو بتعطي منه كل شهر استخدمه 3 ايام فقط، لكن اذا كنت هتعطي تحصينات اللي هي زي ايه؟ تحصينات للحمام اللي هي بيستخدموها دايما ضد مثلا الروشة او الجدري، فانت محتاج انك تعطي من 5 ايام الى اسبوع لو انت هتعطي منه كتحصينات، يعني قبل رفع مناعة قبل التحصينات. ليه؟ لان الادوية دي يا جماعة بتبقى شديدة جدا، بتبقى شديدة على الحمام فبتأثر على الحمام. الادوية اللي هي ايه؟ اللي هي التحصينات دي لازم ترفع مناعة الحمام قبل ما تستخدمها، تمام؟ طيب هنقول لكم برضو ايه الادوية اللي كنا بنستخدمها قبل كده، برضو في عملناها فيديوهات قبل كده، واسيب لكم الروابط بتاعتها في صندوق الوصف. احنا طبعا عملنا قبل كده في دروب، ده برضو ادوية رخيصة جدا بنستخدمه برضو للوقاية اهو. شوف ازاي، يعني لما يكون في زغلول مش قادر يقف على رجليه، او حمامة، للوقاية والعلاج من الكساح والوقاية من لين العظام. يا رب تكون باينة مكتوب عليها اهي، ونقط نقط عن طريق الفم. هو طبعا ده للاطفال فهو امن كويس جدا، في دروب ورخيص كمان جدا، مش فاكر بستة جنيه ولا كام، يعني حاجة ورخيص. وطبعا في برضو اللي زيه بيبي فيت اهو، زيه بالظبط اهو، للاطفال، للرضع والاطفال الصغار اهو. وبرضو حكاية ان هو نقط في الفم مع قطارة، هو نوريكم القطارة كمان اهو بتستخدم ازاي. القطارة بتاعته ما تفتح، هي طبعا القطارة بتيجي جنبها، لكن احنا معبينا القطارة اهي، انت بتاخد منها وتحط في فم الحمام مباشرة، او بتضيفه على المية جماعي زي ما انت عاوز. استخدمنا كمان قبل كده بيديكال او ديكال ب12 الموجود اللي تلاقيه. الادوية دايما الرخيصة يا جماعة، دايما هبحث لكم عن الادوية البشري اللي هي الارخص اللي هنقدمها لكم كبديل للادوية البيطرية الغالية. ده يا جماعة ديكال او بيديكال برضو بنستخدمه في حالة اللي هو برضو نقص الريش، وبيقوي المناعة، رفع مناعة، وللكساح برضو يا جماعة، الزغلول اللي مش قادر يقف على رجليه كويس جدا في فترة تريش الزغاليل. طيب في كمان ايه معانا؟ جبنا برضو بشري اللي عملناه قبل كده، برضو هسيب لكم كل الروابط دي يا جماعة، اللي عايز يشوف فيديوهاتها يشوفها. اقراص الخميرة دي علبة دي كلها ب9.5 جنيه، يا رب تلاقيها بس في الصيدليات. استخدمناها برضو قبل كده وقلنا طريقة الخميرة وبنستخدمها في ايه، سيب لكم برضو رابط الفيديو.
لكن هقول لكم احنا بنستخدمها في حالات ايه، اللي هي لما بتاتي فيلاجيل او بتاتي امريزول او مطهرات المعوية عموما، لازم تاتي بعدها الخميرة، مش شرط اللي قرات الخميرة، لو لقيت الخميرة اللي هي في المخابز يكون افضل، او الخميرة اللي هي مثلا الخميرة الفورية السريعة، الخميرة بتاعت المخابز افضل، بس بشرط ان انت تعملها بمية سخنة وتحضرها ان هي تتخمر قبل ما تحطها على المية للحمام. بنستخدم ليه بنستخدم الخميرة بعد المطهرات المعوية اللي زي امريزول وفلاجيل؟ لان يا جماعة او حتى المضادات الحيوية بتستخدم برضو بعدها الخميرة، لان طبعا كل المضادات الحيوية والمطهرات المعوية بتقتل جميع البكتيريا النافعة منها والضارة، فانت لازم تاتي الخميرة علشان تنشط تاني البكتيريا النافعة. ارجو ان اكون ما اكونش اطلت على حضراتكم، واطلب منكم طلب انكم تشتركوا في قناتي الجديدة، قناة معلومات في تربية الحمام. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.